لإيه كانت بتفق؟ لأن الكلام ده لما تيجي ترجع أول تظاهرة رياضية في تاريخ مصر كانت سنة 23 لما الأهلي فاز في نهائي كأس السلطان على الإنجليز. فكانت الناس خرجت من الملعب لغاية النادي الأهلي في الجزيرة تهتف، لأن كان يعتبر نادي الشعبي الوطني غلب الانجليز، فدي كانت كانه انتصار، انتصار وطني ملوش مش كوره. جم من العباسيه في مظاهره، فمروا وهم جايين حوالي كان حوالي هو كان في شبرا على فكره، في ملعب النادي في ملعب في العباسيه، فجم من العباسيه على النادي الاهلي، لكن مروا على سكنات الجيش البريطاني في قصر النيل، هي جنب الكوبري، فوقفوا قدام سكنات الجيش المصري في قصر يهتفوا باستقلال مصر ويسقط ويسقط ويسقط. دي ليها دلالات رمزية جايين من، يعني كانت مسألة مرتبطة بالحالة الوطنية. تمام. مش انتصار رياضي بس. لا هي ما كانش انتصار رياضي. لأن النادي اللي كسبه الأهلي كان 2-1، ده كان أهم أو أكبر نادي إنجليزي، أنا نسيت اسمه دلوقتي، دراجونز. ده كان أكبر نادي إنجليزي بريطاني في الوقت ده، أنت عارف إن البريطانيين هم اللي دخلوا كرة القدم في مصر. فهو كان عاملين في الجيش البريطاني فرقتين ثلاثه، فلازم يكسبوا، فلما تكسبوا ده انتصار رمزي. فعشان كده مظاهره من 15,000، وده كان رقم كبير جدا لو عرفنا ان تعداد مصر مثلا ايامها في الزمن ده كان حوالي 16 مليون في الوقت ده يعني. فلما تلاقي مظاهره في 15,000 دي حاجه كبيره جدا طبعا. فالحاجه الثانيه الملاحظه بس على كلام محمد، نادي الجزيرة برضو الدلالات الوطنية ما كانش ينفع حد، ده كان معمول لضباط الجيش البريطاني، وكان اللورد كرومر المعتمد البريطاني أيامه في مصر ده كان مقره، وكان في فيلا جوه هو ساكن فيها على طول، وكان نادي الضباط ونادي النخبة بقى اللي هم الأسر الخديوية، إنما اللي كان بيحكمه حقيقة اللورد كرومر. وما كانش ينفع أنت كمحمد سعيد أو محمد مصطفى يخش يعمل عضوية فيه إطلاقا إلا بموافقة اتنين ضباط، لازم اتنين ضباط يوافقوا ويزكوا، فلم مش هيزكوا حد يكون يعني بالنسبة لهم لا. فالمهم ليه في الحركة الوطنية ده يبين يعني لك إلى أي مدى كانت مصر يعني منتهكة ومستعبدة، وكانت كان ظهور النادي الأهلي في المناخ الوطني ده المتنفس الوحيد بعد يعني ده من تداعيات حادث دينشواي. ظهور النادي الاهلي في الوقت ده كان مساله مهمه جدا مرتبطه بالوطنيه، بعد نادي المدارس العليا اللي هم رموزه اللي اسسوه، هم اللي اسسوا النادي الاهلي، اللي اسسوا بعد كده جامعه القاهره، قادوا حركه التنوير ضد الثقافه البريطانيه اللي ما كانوش عايزين التعليم يبقى باللغه العربيه، وتلك قصه اخرى.